بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا اليوم هو 21 من شهر رمضان لعام 1436 للهجرة، ومنذ شروق شمس هذا اليوم وحتى هذه اللحظة لأكثر من 10 دقائق تقريبا والشمس بدون شعاع. هل تكون ليلة البارحة ليلة القدر؟ الله أعلم. هل يكون للأجواء تأثير في خروجها بهذه الصورة؟ الله أعلم. هل منكم من صورها في بلدان أخرى بأشعة فليخرجها لنا؟ والله أعلم وأحكم.